يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما هو التوسل المشروع؟ التوسل المشروع كما سبق غير مرة أنه توسل بأسماء الله وصفاته، تقول يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا غفار اغفر لي، هكذا كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول اكتبنا مع الشاهدين، هذا توسل. توسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين، تطلب من يدعو لك كما سبق، هذا جائز. بدعاء الصالحين الأحياء هذا جائز. نعم.